ضيف حصة الوجه الآخر اليوم العازف الموسيقار محمد مختاري. سي محمد مختاري، نعم. للا للك بالتنبي. خبز بلادي بالشوك تحت المطر، ولا الغربة ولو يسكنوك في قصر. نشرب المر في بلادي ولا العسل في بلدان الناس. عازف منفرد وسوليست على آلة الكمانجا، كيف كانت يعني البداية ورحت حتى للعالمية؟ بدأت لي نوع من الغيرة، شفت الناس هكذا يعزفوا الأخر شاد الفيولون، لا كنت ندرب نقصر بالموندولين، شفت الأخ من الحومة يدرب شاد الكمانجا ما نعرفهاش أنا، عجبني الصوت تحقته شنو هذه، قال لي فيولون هذا فيولون. تقدر تحكي لي شوية على المدرسة والمدرسة؟ يعني كان ماشي المدرسة بالك مانيش أنا، نعرف هذا مازال فلانة إن بلوند بيردام الله وانا صغيره هكذا نشوف فيها هكذا تشوف فيها كيف بوبيه اي صح ما شاء الله. جابت واحد النهار اله موسيقيه، عزفت واحد القطعه شابه بزاف بصح كي عزفت لك هذيك المقطوعه جيت للسول تهدنت لا تخوي دو شوبه شحال شابه بزاف عجبتني وساتني في حالي والله غير قلت سي بيان برافو صفقني على كلاس وانا درت لها هراج ما شاء الله. قالت لي دوغينافون سي تي ريست ساج Je vais ramener la mandoline plusieurs fois comme ça que je vais jouer pour toi. Ah. Et elle l'a fait. سهرة الأربعاء على الساعة 10:30.